خويا سعيد الله يحفظك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ام رشيدة الله يحفظك والله يطول عمرك. مرحبا بحسن. الله يكبر بك ترحب بك بسم الله يحفظك. بزاف بزاف بزاف. صباح انت بخير. الحمد لله الله يطول عمرك ودي حسن. تحية لك وتحية لجميع المشاهدين داخل أرض وطن وخارج أرض وطن. راني توحشتكم بزاف واليوم راه عبس. المشاهدين توحشوك. بزز باش خويت اليوم هاد النص نهار باش تعاد مرة باش نصور لها الفيديو هذا. بعد عندك خاوي. الله يحفظك يا مرة شكرا. غتصور للمشاهدين ديالنا. السلام عليكم المشاهدين الحباب ديالنا. كاملين داخل المغرب. علاش عندك كاميرا رشيده؟ علاش عندك بزاف الناس كيتصلوا بيا وكيتصلوا بك انت كيقول لكم حنا بغينا نعرفوا العنوان ديال المحل ديالك. المحل فين كاين؟ طلبوني شي ناس بحال وجه قال لي ضروري حسن تصور لنا مرشيده فين جا. الله يحفظك. كيسلموا عليك بزاف. شكرا لك. والله المهم اللي كيسمعك الا كيعيطوا الناس من برا ومن داخل ارض وطن. الله يكبر كلهم متتبعين ديالنا كاملين. الله يحفظك تبارك الله عليك. داخل المغرب وخارج المغرب الحباب كاملين كاملين كنبغيوهم. كلهم كي دايره ام رشيده؟ والله لا توحشك وتوحش ما كاع شحال ما كليت عندك ما خصك تجي باش تبقى الضو وضروري خصك ما كتسالي من الخدمه حتى 12 الليل 11 11 ونص والله ما كرهتش واش غدير اوليدي الحمد لله على كل حال هذه هي الدنيا يكتب بخير بعدا هانيه غتخرجي دابا توري المشاهدين فين كاين البلاصه ان شاء الله في كاين المحل ديالك بالضبط تعطيهم النعت فين كاين بالضبط غادي نعطيهم النعت وشكون حدايا وكل شيء يلا خرجي يلا سير بسم الله توكلنا على الله هادو هما المشاهدين يلا معايا دابا شوفوا فين جا المحل ديال ام رشيد بسم الله ها انتما ها المحل ديالي فين جا هما قدامي هاد الشجيرات ديال الكرام ها انتما وهذا هو المحل ديالي ها انتما ها هو ها المحل ديال ام رشيد ها هو هنا كتكون الشوايه لان اليوم الجمعه ما درتش الشوايه كاين حدايا هذا المارشي هذا هذا المارشي معروف اي واحد تمشي للقصبة تقول لي المارشي راه غيوريك المارشي راه هو هذا كاين حتى هو ها خدار لي حدايا مرحبا اللي تم جاي يدخل على من على المحكمة من حدا مولي الورد اللي جاي يجي لقدام المحكمة قدام مولي الورد ومولاة الخبز يقولوا لهم رشيدة ادخلوا مع المارشي هذه هي الدخلة ديال المارشي هذا هو العنوان اللي كتسولوا عليها المشاهد ها مول الدجاج هو معنا مول الحلو هو معنا السلام عليكم الخوت معلم تحيه لك وتحيه الله يحفظك تبارك الله عليك الكسار كاين مول الحلوه هذا جواد جواد مول الورقه المعروف في المارشي جواد مول الورقه مول الحلوه ها انتم ها ها انتم المشاهدين ها انتم ها هو ها المحل ها الحلوة جيو كنت تغداو وخذوا الحلوة ها هاي وريهم الفيترينة من تحت المشاهدين باش يجيو نيشان ها انتم ها الحلوة هاي ها انتم ها الحلوة هاي بيوتي مغدا ها انتم ها المحل ديالي هو ملي كتدخلوا على مول الورد ومولات الخبز المارشي كتسبقوا مول الدجاج الجزار مول الدجاج مول الحلوى الخضار كتلقاو هما اللي الحوت هما الاولين في الراس اه غيلقى تلقاو جوج ديال القهاوي ديال الحوت القداميين وانا هي الثالثه هنايا وهنايا حدايا مول الدجاج جاري الوعدودي ها هو الوعدودي المحل ديال الوعدودي مول الدجاج جاري منين كنتقداو سعيد راه معروف سعيد مالين مياك شنو سميتها؟ سميتها بالعنوان اللي كاتبها سعيد؟ هميزات سعيد هذا هميزات سعيد راه كاينه امي رشيده اللي باغ يجي عندها مرحبا بي هذا هو العنوان اللي كيسولوني ديما العنوان العنوان امي رشيده هذا هو العنوان وهذا هو المحل ديال سعيد ها هو ها مين كنتقدم لهم الثاني المحل ديال سعيد ها انتما اللي بغا يجي يتقدا عاوتاني هذا جاري. يا سلام. ما حنا ولا المواعن ولا كل شيء. دور وري المحل يا سعيد كامل جاري. ها انتما. السلام عليكم خويا سعيد. الحمد لله الله ينورك. كي داير اخويا بخير؟ هذا جاري.
اي وختنا ومنا وفيها كل شيء. الله يحفظك. هانتوما دخلوا هيا ام رشيده على الدخله ديال المارشي. هذا هو المارشي زنقه السقايه القصبه المحمديه. مرحبا بكم. كتسولوا على العلوان، هذا هو العلوان ديالي. الله يحفظك ام رشيده. ايوا هذا هو العلوان وهذه هي المارشي. ومرحبا بكم. الله يحفظك. مرحبا بكم عندنا المحمديه ان شاء الله يا ربي. يا ربي امين. وهانتوما وهذا هو الدخله ديالي. سير الله يحفظك ام رشيده. يلا فاصل. السلام عليكم الخوت، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. عزيز علي، نقول لكم عزيز علي واحد الدرجه اللي ما تصورش. وهاد الغياب اللي انا غيبت راه ماشي لخاطري، الخدمه راه ما كنساليش. اليوم والله العظيم الا خويتها نص نهار بزز على حبيب مرشده باش تجي صورت لها الفيديو اللي نتوما شفتوا. ام رشيده توحشتك وتوحشت ثيابك. ضروري غادي نقرنا به معاك. ما بقيتيش كتضوق ليا. شنو اللي باقي واحد ليا هنا؟ اشي لقى بصله معسله. والله العظيم بصله صغيره باللحم. شفت هذاك الفيديو هذاك؟ اش غنقول لك مرشيده؟ نصور واحد قدام المشاهد غتصايبي لي انا. ولكن غنصور قدام المشاهدين تاكلوا. قدام المشاهدين وانا اللي غنصور. انت غتصور؟ انا اللي غنصور. ولكن غنصور لك هنا في المحل. ما عنديش مشكل. نصور لك هنا، نصور لك. ها المشاهدين شاهدين عليا. واحد القضية كنتي قلتيها ام رشيدة. كنطلب من حسن شو انا غيطيب لك الصفة وماشي. باقي كنتسنى. كنا قلنا بان با العالمي غادي يجي طيب تو هذاك غيدير الطايره. قال لنا غندير لكم الطايره. والله العظيم المشاهدين طيحت على واحد الفكره، لو كان رشيده ديرها مزيان. نديروها كل مره في السيمانه، كل نهار في السيمانه تجيبي واحد. نجيب طيب مثلا نقدر انا ندير معك واحد النهار في السيمانه، نجي نطيب واحد الشهيوات كنعرف نطيبها وغادي نوريها للمشاهدين. صافي صافي. نهار اخر نجيبو فيها با العالمي خصها تبنى الطايره ان شاء الله. نهار اخر نجيبو حسن اللي غيطيب لنا السفره. هذاك باقي الكعبه باقي راه الجبل. الجبل هو عارف الطاجين. عارف الطاجين كيصايبو ما فهمتش لحد الان. انت هو واحد عطى المشاهدين واحد بانك كل سيمانه كل نهار في السيمانه تجيب شي واحد يطيب. لا انت كتعرف شي شيء وغتجي طيب. والله تنجيب لك. غنبدا بك. انا الاول ما كاين حتى مشكل. وهذا وحسن الشو. ما كاين حتى مشكل. السفره ما محيدينش عليك. لان قالها قدام المشاهدين قال خاصو يصاوب الشو. انا كان واحد المشاهدين ديالي. ان شاء الله. قال لك ام رشيده. كان واعدكم واحد ديال الرجال ان شاء الله. انتم سمعوا المشاهدين. انا طيبه بيدي لكم واحد الشيء وعمرت واحد ما دارها وغتعجبكم ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. اللحم بالبصله صغيره حيتي ما كانش وما حضرش فيها وراه داير معايا الا نديرها ليه وراه غنديرها للمشاهدين قدامكم وغنصاوبها ليه. انا راه يا قلت لك اوليدي غنصاوبها ليه. مرحبا ما كاين حتى انت باقي ما جلستيش. ولكن دابا غنجيب لك بزز وغنصاوبها. الله يحفظك كمل. غنصاوبها ليك على راسك. تحيه خويا ياسين من هذا المنبر هذا. تحيه لختي سلوى من هذا المنبر هذا اللي كان كينوبوا في التصوير عليا. كنشكركم بزاف. راني ما غيبتش على الساحه. راني تاعنا خلاوه على العير بعد. ولكن شكون كلمو انت ويلوح؟ انا اللي كنلوح وخا كيصوروا لك ياسين وخا يصوروا لك ياسين. ولكن انت ما كناكلش. ما كنعيط لك كتقول لي ام رشيده ما ساليش. والله ما كنسالي بلا وكاين كنواحد. انتم المشاهدين كنعيط لي قال لي ام رشيده راني في خدمه في المحل وانا ما كنبغيش نلقى الجر عليه. الله يسهل عليه في خدمتكم. الله يسهل عليه. ما كنبغيش نلقى الجرح. خوت تسناو ان شاء الله بيدي. ولكن راه هو اللي كيمونطي ليا، هو اللي كيلوح، هو اللي كيصاوب كل شيء، هو اللي كيقاد ليا كل شيء. انا ما كنعرف حتى حاجه. ما كاين حتى مشكل. راه بحال وليدي. راه خالد خالد مسافر وخالد باقي. الله يحفظك لالا اختك. تا هو عزيز وغالي وغالي عليه وكنتمنى ليه على الخير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ما كاين الخير. الله يديك فيها الخير. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنبغيكم بزاف من القلب. فاصل ونواصل. الله يديك.